السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو في متابعة طلبت تعمل طقم بكيس مخدة واحد وخداديتين، كيس مخدة واحد وخداديتين. الطقم ده برضو زي ما احنا هنعمل كيس مخدة وخدادية، هيتفضل معانا حتة قماش. لو جينا نعمل برضو كيس مخدة وخداديتين، هيبقوا هما برضو نفس ال4 متر اللي احنا قلنا عليهم الفيديو اللي فات. في لو حابين نعمل كيس مخدة وخدادية، هنعمل برضو بدل ما هيتفضل معانا جزء زي الفيديو اللي فات زي المخدة وخدادية، لا احنا هنعمل برضو بنفس ال4.5 متر قماش، بس هنقصهم بطريقة مختلفة عن اللي انا قلتها في لو هنعمل كيس مخدة وخدادية واحد. طيب لو هنعمل كيس مخدة وخدادية ومعانا 4 متر، هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هناخد من ال4 متر متر و60. لما هناخد متر و60 هيتفضل معانا 2.40 متر. خلاص 2.40 متر، ال2.40 متر دول هناخدهم نعمل بيهم الملاية، ال1.60 متر هناخدهم نعمل بيهم الكيس المخدة والخدادية. كيس المخدة والخدادية. طيب هنفترض ان احنا معانا القماشة دي كده اهي، معانا القماشة دي انا فردتها، المفروض ان هي كده انا فردتها اهي كده، معايا عرض القماش ده، معايا عرض القماش ده 1.20 متر، ومعايا 1.60 متر دول. خلاص يبقى الجزء ده كده 1.60 متر والجزء ده 1.20 متر. انا هفتح القماش عشان يبقى 2.40 متر. خلاص اول حاجة هعملها هاخد الجزء ده في الاول كده، هاخد 90 سنتي، 90 سنتي اعملهم المخدة، هاخد 90 سنتي كده اعملهم المخدة، هيبقوا 90 سنتي كده، 90 سنتي في طول 1.60 متر. خلاص انا هاخد هنا، هاخد من هنا كده 90 سنتي، 90 سنتي الجزء ده كده هاخد 90 سنتي، والطول ده كده هيبقى 1.60 متر، الطول ده هيبقى 1.60 متر. هقص 90 سنتي. خلاص هقص 90 سنتي كده. خلاص معايا 90 سنتي اهو. خلاص في 1.60 متر، 1.60 متر اهو بقت كده، ده كيس المخدة. تمام كيس المخدة. طيب الجزء اللي هيتفضل معايا، انا قصيت الجزء ده كده، الجزء اللي هيتفضل معايا هنا كام؟ 1.5 متر، 1.5 متر. خلاص طيب 1.5 متر ده انا لو خدته 75 و75 بقيت عندي خدادية وش وظهر. خلاص طيب فقد ايه بقى هنا؟ انا عايز اخد من هنا كام؟ 55. يبقى انا هاخد من هنا 55، انا معايا الطول ده 1.60 متر، معايا الطول ده كده 1.60 متر. خلاص هاخد منهم 55 سنتي، 55 سنتي و55 سنتي اهو. كده 55 سنتي و55 سنتي. خلاص بقيت انا عندي جزئين اهو، بقيت عندي جزئين كل جزء فيهم 55 سنتي في 1.5 متر. خلاص 55 سنتي في 1.5 متر. طيب لو قسمناهم كده هيديني 75 سنتي اهو. بقيت انا عندي خدادية وش وظهر اهو، وش وظهر 55 سنتي في 75 سنتي وش وظهر، وال75 سنتي التانيين للخدادية التانية وش وظهر. طيب انا بقيت معايا وش وظهر وش وظهر، ومعايا باقي القماش اللي هو بقيت 1.60 متر ده، وفي عرض كام؟ 1.5 متر. طيب انا هعمل ايه في دوت؟ انا خدت منهم كام؟ 1.10 متر. يبقى معايا الجزء ده كده 50 سنتي، ال50 سنتي هاخد منهم 20 سنتي، هاخد منهم 20 سنتي اعمل بيهم قلاب الخداديات، هاخد 20 سنتي اعمل قلاب الخداديات اهو كده.
وهتنيهم نصين كده اهو. بقيت عندي قلاب لخدادية وقلاب لخدادية، وادي كيس مخدة. يبقى احنا طلعنا المتر ونص، طلعنا خدادية وخدادية وكيس مخدة، وتفضل معانا جزء 30 سنتي في متر ونص. 30 سنتي ده مش هنعمل بيه حاجة. لو حضرتك عايزة تستخدميه بقى بتقسميه نصين او تقسميه على ثلاثة وتعملي بيه شكل على الخداديات. برضو انا ما بحبش ارمي حاجة، يعني انا لما بيهيط معايا اي حتة قماش، حتى لو انا عاملة طقم فليت وفاض معايا حتة قماش، بروح عاملة لها حتة كورنيشة كده على الملاية على الخدادية كده، على اساس ان انا ما استهلكش حتة قماش وارميها خسارة. تمام. يبقى انا كده لما احب اعمل باربعة متر قماش كيس مخدة وخداديتين، هاخد مترين واربعين للملاية، وهاخد المخدتين والخداديتين. لو انا عايزة ادخل لهم بقى شكل سادة، ده الوضع بيختلف على حسب الموديل اللي احنا عايزين نعمله. بنعمل نفس الطريقة اللي بنستخدمها نشوف نرجع للفيديوهات اللي قبل كده ونشوف انا عملت الملاية بقد ايه. لو انا عملت الملاية القرصة بس مترين، يبقى انا هنقص نص متر من اللي انا هجيبه، هنقص نص متر وازود متر للكرنيش، ازود متر للكرنيش وازود نص متر مثلا للخدادية والمخدة، او ربع متر ازودهم عشان اعمل شكل على الخداديات، كرنيش على الخداديات كده. لكن لو هعمل طقم فلات باخد الاربعة متر بشيل منهم مترين واربعين ملاية، وبحط والمتر ونص بعمل بيه المخدة والخداديتين بالشكل ده. اتمنى يكون المعلومة وصلت لحضرتك، ولو في حاجة وقفت قدامك او في حاجة لسه ما تفهمتش قوليلي وانا اشرحها لك تاني ان شاء الله. استنوا الفيديو جديد ان شاء الله. هرد برضو على المتابعة اللي كانت عايزة تعرف الرسمة تظبطها ازاي على وش الخدادية. الفيديو الجاي ان شاء الله تابعوني وانا اقول لكم الرسمة بتتظبط ازاي على وش الخدادية. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.